بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيد الاولين والاخرين من اسري به صلى الله عليه واله وسلم في جزء من الليل وعرج به صلى الله عليه واله وسلم ليرى من ايات ربه الكبرى الذي خصه الله سبحانه وتعالى بهذه المعجزه العظمى صلى الله عليه واله وسلم. في هذه الدقائق نتحدث عن امر خص به رسولنا صلى الله عليه واله وسلم، وشرف به سيد الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. يحتفل المسلمون في مشارق الارض ومغاربها برحله الاسراء والمعراج. هذه الرحله التي شرف الله بها رسوله صلى الله عليه واله وسلم وكلنا يعلم كيف ان الله سبحانه وتعالى هي الامر لرسوله صلى الله عليه واله وسلم ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما عرج به من هذا العالم الارضي الى عالم السماوات العلى حتى يرتقي صلى الله عليه واله وسلم في الدرجات وحتى يصل الى رضوان الله سبحانه وتعالى فكان الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه واله وسلم: اذا كان اهل الارض الذين وجدت بينكم يا رسول الله لا يعلمون قدرك ولا مكانك فانظر الى احتفال السماء بك يا رسول الله ولذلك كان العروج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس بفلسطين الى السماوات العلى وانظر كيف ان الله سبحانه وتعالى جعل اهل السماء ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفاوه وتكريم لترى ان الله أراد لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصل إلى مرتبة لم يصل إليها أحد من إخوانه الذين أرسلهم الله. عرج صلى الله عليه وآله وسلم به إلى السماوات العلى، وفي كل سماء يستقبله أهل السماء استقبالا يليق به صلى الله عليه واله وسلم، وراى ما راى صلى الله عليه واله وسلم، مما اعده الله لامته لانه صلى الله عليه واله وسلم يتعلق بامته راى صلى الله عليه وسلم الجنه والنار. راى الجنه التي ينعم فيها عباد من امه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وراى النار التي ربما يعذب فيها بعض المعاندين الذين يبتعدون عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل الى مكان لم يصل اليه نبي من الانبياء ولا رسول من الرسل كانت الجائزه الكبرى التي اراد الله سبحانه وتعالى ان تكون تكريما لامه النبي صلى الله عليه وسلم التي رفع من اجلها صلى الله عليه واله وسلم الى السماوات العلى حتى اذا قام بها احد من امه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الارض ترفع روحه الى السماء ويرفع ذكره الى السماء كانت الجائزه العظمى فريضه الصلاه التي فرضها الله سبحانه وتعالى على امه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان التكليف من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولامته باداء هذه الصلوات التي نصليها في الليل والنهار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الله أن يكرم حبيبه أراد أن يكرم أمته معه صلى الله عليه وسلم، فكانت رحلة الإسراء والمعراج تكريماً لرسول الله، وكانت الصلاة تكريماً لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله عرج به إلى السماوات العلى ويستطيع كل واحد منا أن يصل إلى منطقة لا يصل إليها عبد إلا بسجوده لله سبحانه وتعالى. فكما عرج به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه يعرج المصلي بجسده وروحه وبقلبه إلى الله سبحانه وتعالى حينما يسجد لله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المعراج الذي لا ينقطع الى ان يرث الله الارض ومن عليها، هي المعراج الذي يجب على كل مسلم ان يتمسك به في ليله ونهاره وان يكثر من اللقاء الذي يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى درجة التكريم التي كانت من الله سبحانه وتعالى لهذه الصلاة التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.